للمزيد من التفاصيل عن التطورات والتداعيات السياسية لإرسال المساعدات الروسية إلى إيطاليا وإلى أوروبا خاصة، يعني أرحب بضيفي عبر شبكة الإنترنت دكتور أمين صفية، القنصل الفخري لروسيا في البلاد. أهلا بك. أهلا فيكم. أهلا بك دكتور أمين. يعني هنالك أنباء متضاربة يعني عن الوضع في روسيا، البعض يقول أن الوضع هناك مستقر والبعض الآخر يقول هنالك يعني سيطرة كبيرة على المعلومات وإخفاء بعضا منها، ما رأيك بهذه المقولة؟ أول شيء بقدر أقول لك بالبداية أنه إحنا منشد على الأيدي الروسية على هاي المساعدات اللي عم بتقدمها لدول أوروبا، إيطاليا، صربيا، للولايات المتحدة، وعن قريب راح نسمع كمان في منطقتنا في الشرق الأوسط، أنه في سيطرة مش على المعلومات، في سيطرة على الوضع اللي موجود هناك، لأنه في قيادة حكيمة في البلد، ليس فقط رئيس الدولة وإنما في باقي الوزارات. وبقدر أقول لك اليوم الصبحيات كان ماكسيموم 7800 هن عدد المرضى في البلد نفسها، 85% منهم بروس بموسكو. السبب أنه أغلب المدن الأخرى كانت فاضية من المرضى، فيش عند المرضى تقريبا، فيش عند الناس اللي هي مريضة بالكورونا. السبب الرئيسي في موسكو 85% إنه هاي الناس اللي رجعت أغلبها من خارج البلاد، إن كان في الفترة الأيامات الأخيرة إن كان من إطار ولا كان من دبي ولا كان من أبوظبي ولا كان من قطر، من دول اللي فيها، من إسرائيل، من دول اللي فيها مرض الكورونا، وهن رجعوا على البلاد في عندهم هذا المرض. في سيطرة، في مستشفيات حاضرة، في بنوا 10 مستشفيات جديدة اللي بيفتتحوهم بهاي الأيامات خصوصي فقط للكورونا، ما يقارب حوالي 67,000 لحد 70,000 تخت. الدولة أقصت لهذا المواضيع للدكاترة مساعدات كبيرة، رغم أنه في مدن كاملة كيف قلت وفي ولايات كاملة فياش ولا مريض. بقدر أؤكد هذا الإشي ليس فقط عن طريق المعلومات اللي أنا بأخذها عن طريق السفارة أو معلومات اللي إحنا بنأخذها عن طريق الميديا، ولكن انت بتعرف ان احنا في عنا عدد كبير من طلابنا بيدرسوا هناك، وبنعرف منهم معلومات مباشرة كيف هن عايشين، في اي ظروف عايشين، كيف المعاملات، كيف عندهم في تدقيق في قضية السفر، في قضية المسكن، في قضية الحياة اليومية، في قضية التعليم، الفحوصات اللي بياخذوها. نعم. ففي سيطرة كاملة على الوضع وليس على المعلومات. هذا مهم جدا دكتور أمين. يعني هذه المساعدات هي مساعدات قيمة ولا أحد يشكك بذلك، ولكن يعني لابد من السؤال، هل تأتي هذه المساعدات على حساب المواطنين الروس أم أنها من فائض المعدات والمواد الموجودة؟ في مثل عندنا بالعربي بيقول من بعد نفسك خص صديقك. أول شيء الشعب الروسي حاضر وعنده كل الإمكانيات تساعد نفسه، ومن ثم القرارات اللي اتخذتها القيادة الروسية على رئيسها الرئيس بوتين أنه يساعد الدول اللي في عندها أزمة كبيرة بهذا المرض. وليس قضية فقط مساعدة، وإنما فعلا مساعدة على حساب الشعب الروسي، ولكن مش على حسابه أنه يعالج الآخرين ويفلته طبعاً. وإنما يقدم مساعدات كشعب لشعوب أخرى لأنه عنده إمكانيات تسوي هذا الشغل اليوم. كل التقدير دكتور أمين. يعني البعض يقول أن هذه المساعدات ليست بريئة وإنما وراءها أهداف وأبعاد سياسية، ماذا تقول في ذلك؟ أول شيء عم نساعد، هاي صارت بشكل إيجابي، هاي أول شغلة إيجابية. الشغلة الثانية حر كل واحد كيف يحلل، ممكن تكون بريئة للي ملاقيها إنه هو استلمها مثل الإيطاليين، أما لقوا إنه جسر طيران من الجيش الروسي نزل قواه مع مساعدات، مع سياراته، مع علاجه، مع الكمامات، مع أطباءه، مع نرساته يساعد الشعب، فالشعب الإيطالي رفع العلم الروسي فحبها. الأمريكان كانوا يقولوا إنه عم بيساعد لإشي، إنه هذا بده إله للعمل السياسي في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة. ولكن أما وصل إشي عند أمريكا، الرئيس الأمريكي بحد ذاته وقف وشكر الروس لأنه كانت معدات مهمة جدا لإلهن. وبرجع بأكد هاي المساعدات ليس على حساب وصحة الشعب الروسي، وهذا مهم جدا. الشغلة الثانية، اليوم في قائد ثاني في العالم، إحنا عم نشوف إنه القائد الرئيس بوتين عم بيعمل كتير شغلات إيجابية في العالم. في ناس بتحب هذا الاشي وفي ناس بتنتقد هذا الاشي، اللي طبيعي عندي الموقف من روسيا بدين ينتقدوا، واللي بحب روسيا وبشوفوا فيها عمل ايجابي، وانا بحسب رايي انه اثبت اوروبا الروس في هاي المعركه اللي هي معركه حياه او موت، صحه او معافاه او انك تكون مريض، اثبت الشعب الروسي بقيادته الحكيمه انه بيقدر يساعد هاي الدول، وعلى يعني استعداد كامل
يقدم المساعدة بدون أي مقابل لهذه الدول، وهذا أثبت نفسه إن كان في إيطاليا، كان في صربيا، إن كان في ألمانيا، وإن كان إسا في أمريكا، هذا مساعدة. وبتأمل أنه يضل الشعب الروسي يقدر يعمل هاي الشغلات للشعوب الأخرى. طبعا مهم جدا. دكتور أمين، سؤال أخير يعني وسريعا لو سمحت، يعني نحن تابعنا قضية المساعدات الروسية إلى إيطاليا في الوقت الذي كانت هنالك أيضا انتقادات من الشعب الإيطالي للحلفاء الذين توانوا عن دعمها ومساعدتها. حسب رأيك ماذا ستكون التداعيات المستقبلية لذلك على الناتو والاتحاد الأوروبي؟ أثبت الاتحاد الأوروبي فشله الكبير، أثبتت إنه هاي القارة عجوز ما بتقدر تساعد نفسها، وأثبتوا إنه هن صعب يواجهوا شغلة صغيرة اللي أنا مسميها الفيروس. رغم الاتحاد تبعهم، لا شك إنه راح يكون تأثير سلبي على هذا الاتحاد بعدين ما الناس تنتهي وتنسى قضية الكورونا. وبتأمل إنه يكون المعافاة في أسرع وقت. الشعب الإيطالي ضحى كتير بهاي الفترة من 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 أهليته، من شعبه، وبتأمل إنه يتخذوا العبر إنه مش كل إشي بتقوله أمريكا أو إذا شتت في أمريكا يحملوا الشمسية في أوروبا. وهذا أكبر سبب وأكبر إثبات للعالم كليته إنه كيف وقفت إيطاليا لوحدها رافعة إيديها لربنا إنه يساعدها. دكتور أمين صفية القنصل الفخري، شكرا لك أن كنت معنا في هذه المداخلة.